يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وعلى طالب العلم أيضا أن يحذر كل الحذر من أعظم الأسباب التي تزهده في العلم وتحجزه عنه أو تخرجه منه إن كان قد بدأ فيه. ذلكم السبب الخطير هو مخالطة السفهاء وأهل المجون، مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيئي الأخلاق والديانة، فإن مخالطتهم سبب للحرمان، وذلك لأنك وإياهم على طرفي نقيض، أنت على المعالي إلى المعالي وهم إلى السفال والعياذ بالله، فلا بد أن يؤثر واحد في الآخر. والغالب كما ذكر أهل العلم والتجربة أكبر برهان، الغالب عدوى أهل الباطل والفسوق والمجون والسفهاء، الغالب أنهم هم الذين يعدون الإنسان المستقيم أو الذي بدأ في الاستقامة، فتكون مخالطتهم سببا للحرمان، سببا للحرمان، فيترك العلم الذي كان قد بدأ فيه. تخالط أنت طالب علم وتخالط التجار أيام، وإذا بك صفر من العلم، ولا تريد حلق العلم، ما تريد إلا التجارات والأسهم، طالع نازل خلف الأسهم، كم زادت كم نقصت كم ربحت كم خسرت وهكذا، والعقارات، العقار الفلاني يرتفع والعقار الفلاني فيه الكسب، والعقار والبيع والشراء السلعة الفلانية ارتفعت وهكذا، حتى تنسلخ من العلم. لما؟ لأنه لا مكان عندك حينئذ ولا وقت عندك حينئذ لأن تقعد فيه فتعلم، فهؤلاء يخرجونك عن الطريق التي كنت قد ارتسمت السير فيها، فإياك ومخالطة هؤلاء. أما أهل الفجور أو الفسوق أو الأغبياء أو البلداء أو المجان، فإن بعض الناس نراه يقول يصاحب هؤلاء لهدايتهم، وما نراه أن يلبس مثلهم، وهذا الواقع يشهد به. فكم من طالب علم بدأ في الطلب وتقدم ثم مال إلى هؤلاء، فما تراه إلا وقد حلق لحيته، أول ما يبدأ بترك طلب العلم وحلق طلبة العلم وحلق الأشياخ التي تنفعه في دينه ودنياه، ثم بعد ذلك ما تراه إلا وقد اختفى على الأنظار، وبعد برهة من الزمن إلا وقد حلق لحيته وأسبل ثوبه، وربما رأيته على ما هو أكثر من ذلك، ولعل في الإشارة ما يغني عن صريح العبارة. فالشاهد هؤلاء صحبتهم جرت. وقديما قيل لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. عدوى البليد، أنت تقول هذا بليد وأنا قوي وأنا متمكن وأنا متمكن إن شاء الله من نفسي وأنا متأكد من حالي ونحو ذلك، هذا ضعيف ما يؤثر فيه، أنا الذي إن شاء الله أؤثر فيه، وإذا به كما قالوا عدوى البليد إلى الجليد، يعني إلى الرجل الجلد، ما هو الجليد الثلج، إلى الجليد سريعة كالجمر وهو متقد، يوضع في الرماد فيخمد. تضع الجمرة وهي نار تتلهب في وسط الرماد، بعد قليل وإذا بها رماد قد خمدت. فاحذر يا عبد الله أن تجالس هؤلاء، فبذل النصيحة باب، وأداء الحق الواجب إن كانوا من ذوي القرابة باب، أما المجالسة فإنها غالبا ما تجر إلى المجانسة، والصاحب ساحب والمجالس مجانس، المجالس مجانس. وآخر يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وثالث يقول وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. فاحذر يا طالب العلم أن تجالس من هذه صفاتهم،
لأنهم يضروك ولا يزالون بك حتى يؤخروك، نسأل الله العافية والسلامة.